سلام، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكاشيره البنات تيجي رائعه كتعجب الدراري الصغار. غادي نحتاجو فيه 300 غرام تاع صدر الدجاج، غادي نحتاجو جوج بيضات، جوج فرماجات مثلثين، شويه تاع الزيتون هكا مقطع رقيق خضر بالعلفه، شويه الزعتر، واحد المعلقه تاع المعدنوس، غادي نحتاج نص كاس تاع دقيق الفينو، غادي نحتاج نص كاس تاع الزيت يكون صغير، غادي نحتاج نص كاس الحليب، غادي نحتاج البزار والملحه وضريس تاع الثومه. بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يحتفظوا بها هكا غادي تزولوا هاد الثومه العاديه وغادي ديروا ثوم بودر راه تيبقى افضل وتعطي واحد النكهه زوينه. غادي ندوزو دابا للطريقه، غادي نزيدو عليها 300 غرام تاع صدر الدجاج، جوج بيضات، غادي نضيف عليها الحليب. وما تنساوش البنات هكا تدعمونا بلايك وبارطاج الفيديو، وكذلك ما تنساوش تزوروا الرابط اللي غادي نحطو لكم هكا في التعاليق باش تدوزوا الموقع اللي غادي نكتب لكم فيه المقادير كاملين. غير وركوا على الرابط راه غادي تدوزوا المقادير كلهم تاع الوصفات اللي تنحط هكا مكتوبه. غادي نزيد هنايا دابا، غادي نزيد بقيت تنهضر تاع نسيت اش بغيت ندير. غادي نزيد هاد الثومه غادي نحكها، غادي نزيد شويه تاع البزار، غادي نزيد شويه تاع الفلفل الاحمر حلوه ممكن تضيفوا حتى الحاره، وغادي نضيف شويه تاع الملحه على حسب الذوق البنات. صافي حتى نعاود ندوق ونضيف الا خاصه. هادي صافي غادي ناخذ هذا الخليط هذا وغادي نطحنوه هكا البنات مزيان الطحنه الاولى. صافي وبعد ما طحنتو الطحنه الاولى مزيان، دابا غادي نضيف ليه هذا الربيع هذا واحد المعلقه تقريبا، غادي نضيف ليه نص كاس تاع الفينو، وغادي نضيف ليه واحد شويه تاع الزعتر هكا. صافي وغادي نطحن كلشي عاوتاني مزيان هكا البنات. غادي نضيف واحد شويه تاع الملحه، لقيتو ناقص واحد شويه. صافي وغادي نعاود نطحنو. صافي هو بعد ما طحنتوها البنات تيجي على هذا الشكل هذا. طحنتو جوج الخطرات كي تشوفوا باش يجي الخليط هكا ملس مزيان. غادي ناخذو، درت هنايا بلاستيك هكا غذائي، غادي ناخذو على هذا الشكل هذا، غادي نفرغو كامل هنايا. صافي هو بعد ما فرغت الخليط غادي ناخذو دابا، غادي نوزو على هاد الشكل هذا وغادي نرمي فوسطو الزيتون البنات هكا عشوائي. غادي نديرو فوسطو كامل بهاد الشكل هذا. صافي غادي نحاول نوزعو باش يجي موزع فوسطو كامل. غادي ناخد دابا الفرماج، غادي نكتفي بفرماجه وحده، غادي نحاول نوزع هكا غير طريفات عشوائيين فوسط منو بهذا الشكل هذا. غادي صافي وغادي نجمع ليه، غادي نحاول نعطيه الشكل نتاع الكاشير. غادي نحاول نجمع بيضات على هذا الشكل هذا، تنحاول نجمعو، تنحاول نرد هذا العجين اللي عندي على هذاك الزيتون والفرماج. صافي بهذا الشكل هذا غادي ناخذو دابا. صافي دابا غادي نبدا نجمع في البلاستيك كي قلت لكم على هذا الشكل هذا، تنحاول نعطيه الشكل نتاع الكاشير اللي تيتباع في الزنقه. هانتوما تلوي على هذا الشكل هذا. صافي وانا تنجمع تنحاول نسرح البلاستيك اللي كيوات ليا، غادي نحاول نسرحها باش ما يجينيش مكملش الكاشير. غادي نجمع بهذا الشكل. انا عذبتني هاد البلاستيكه البنات، عندي غليظ. نتوما الا عندكم هذاك الفيلم اليمونتيغ رقيق راه تيجي ما تيعذبش، ولا كاع الا عندكم تاع الصبا كتحسن. صافي غادي نبدا نلوي فيه. شفتوا كي تلوى ليا، ما بغيتش اني نجيو فيه هذوك الثنيات. صافي غادي نحاول نجمعها بهذا الشكل هذا. شفتوا البلاستيكه عندي غليظه. صافي غادي نبدا نلوي فيه. غادي نعطيه الشكل نتاع الكاشير. انا تلوي راه هو تيتقاد الشكل نتاعو. هانتوما صافي بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نسد ليه هاد الجناب هادو. شفتو انا الميكا ما ساعدتنيش الصراحه، ها هي تتحل. شفتو الا كان الفيلم اليمونتيغ كي قلت لكم رقيق راه تيلصق عليه. صافي بهذا الشكل هذا باش ما يتحلش لينا فاش نكونوا تنطيبوه. غادي نجي للجهه الاخرى حتى هي، غادي نعاود نجمع بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نسد عليه. غادي ندير واحد العقده حتى هنايا بهذا الشكل هذا. وغادي نزيد عاوتاني بلاستيكه من الفوق باش نضمن هكا راه ما غاديش يدخل ليا ليه الماء البنات. صافي غادي ناخذ البلاستيك، غادي نعاود نغلفو كي قلت لكم مره اخرى. شفتوا البلاستيك انا كي ما معاونيش البنات. صافي غادي نجمعو فيه وصافي. المهم ما يدخلش ليه الماء. صافي وغادي نردو. غادي نسد ليه الجناب وغادي نردو التب. انا راه رافضه الكاسرونه دايره فيها الماء سخون. غادي نردوها البنات هكا واحد نص ساعه في الكانيله، و20 دقيقه تقريبا في الكوكوت هكا اللي بيردو في الكوكوت. صافي هو رديتو البنات. انا عاود غلفتو بالبابي الومنيوم حيت هذاك البلاستيك كي قلت لكم راه ما معاونيش، خص ليه يدخل ليه الماء، ما تيتسدش مزيان اصلا وما تيلصقش على الحاجه. صافي غادي ناخذوها. ورديتو في الكاميله كي قلت لكم. الماء خصو يكون مغطيه البنات كي تتشوفوا، الماء خصو يكون مغطيه من الفوق. غادي نخليه نص ساعه تطيب ونرجعوا ان شاء الله باش نتلاقاو مع الشكل النهائي تاعو.